ستة المليار كافية، كل شيء ياكل، كل شيء يعيش الخدام المعلم المقاول، كل شيء ستة المليار كافية. أنا كنت مشيت عند نائب العمدة وحيل وقلت له هذا الكلام، لأن ستة المليار بزاف على التيران. تيران احنا ما غاديش 22 مليار باغيين يبنيو لنا تيران في البحر، لأن هذه عصابة كتاخذ الفلوس كتنهب الشعب ديال البلاد، هذه الحقيقة. أنا ما عنديش علاش غادي نخاف، أنا نطلب من سيدنا ياخذ لي حقي وحق الشعب، هذا ماشي غير حقي وحدي، أنا تعبت وداو لي الماتيريال ديالي. سمعت انا قالوا 22 مليار اللي خارجه في الميزانيه، ولكن بزاف بزاف، يعني ما جهدوا ما بين 8 ما بين 6 8 المليار، هذا هو جهدوا. انا الخدمه عارفه كامله وعارفه شنو الاصلاحات اللي دازت تما ياك.